بسم الله، نكمل القائمة اللي تحت ونشوف ايه الحاجة اللي ممكن نشتغل بيها وتفيدنا في الشغل. مع العلم ان القائمة دي بتشتغل على الفيو ده بس، يعني لو رحت لأي فيو تاني هتلاقي مش بتأثر بيه. الواحد لـ100 والـ200 وكل الحاجات ديت بتأثر على المنظر اللي انا شايفه دلوقتي بس، على اللوحة اللي انا شايفها بس. لو رحت في 3D، لو رحت في سيكشن، مش هتلاقي اي تغيير حصل. تمام، نخش بقى في ديت. دي الخاصية دي هتلاقي اول حاجة مش متفعلة لانها عامله زي لير ايزوليت، لير اوف. لازم بتشغل عنصر محدد الاول. فانا هحدد عنصر وليكن مثلا الساق دوت، واجي هنا واقول له هايد اليمنت، اغفل العنصر ده بس. ده اغفل العنصر وغير الاطار. بمعنى الاطار ده معناه ان مش الحاجات اللي انت شايفها دي مش كل العناصر، ده في حاجات مخفيه. تمام، هاجي مثلا على حاجه تانية، هقول له بقى المره دي بقى مش هايد اليمنت، لا هايد كاتيجوري، اخفي لي كل الصاج اللي موجود في المشروع. تمام، انا مش عايز صاج، الصاج ده مكلف، عايزين نشوف لوحه من غير صاج. تمام، ده اخفي لي فعلا كل حاجه. تمام، هاجي هنا اقول له ريسيت تمبورتي هايد ايزوليت، ارجع اللوحه زي ما هي والاطار اختفى. تمام، طب انا عايز حاجه تانية بقى، عايز ما اشوفش حاجه غير العنصر اللي انا محدده. اقول له هنا ايه، الله ينور عليك، ازولت اليمنت هو العنصر الوحيد اللي انا شايفه. اعمل تراجع، اقول له بعد كده العنصر ده انا عايز اشوف كل الاير تيرمينال في المشروع، ازولت كاتيجوري. عملها فعلا. طب اقدر وانا شغال، نفترض افتراض وانا شغال دلوقتي ومخفف بيت العناصر، عايز اشوف العناصر وغير فيها حاجه، اعملها ازاي؟ الزرار اللي جنبي دوت يديني الخاصيه دي، اظهر لي كل العناصر بحيث ان انا اقدر اتحكم فيها واخفي اللي انا عايزه منها، حتى تلاقي الاطار لونه اختفى، بحيث لو انا عايز الغي حاجه، اغير حاجه، اعمل كوبي من حاجه تظهر معايا. وفي نفس الوقت الحاجات اللي انا معلمها ازوريت هي لسه موجوده زي ما هي، اول ما اخفي دوت ترجع العناصر اللي انا كنت شغال عليها بس هي الموجوده. نرجع الاول نقول له ريسيت تمبورتي هايت. تمام، القائمه دي موجوده في كل الفيو، بس بيختلف حاجه ان لو انا شغال على 3D بيظهر لي واحدة جديدة اللي هي شو ريدي ريندر دايلوج. تمام، ريندر ده من اقوى الحاجات الموجودة في 3 دي ماكس، وموجودة في الاوتوكاد اعتقد من اول 2007 كانت موجود، بحيث ان يعمل لي اخراج للوحة. خاصية جميلة جدا وقوية جدا. يكفي ان هي مش بالتعقيد اللي كانت موجودة في 3 دي ماكس، لا ده هي مجرد زرار بسيطة جدا الواحد بيختارها، بتلاقي الإضاءة اتعملت، بتلاقي الألوان اتحددت، بتلاقي كل حاجة اتعملت رندر. اللوحة بتخرج بشكل جميل جدا في الرندر دوت، بتحس إنها معمولة باحترافية. أخوكم عمرو سليم.